كتير كده قوليها. كيلو رز، كيلو رز، رز مصري. رز مصري بلدي بتاعنا. تمام. ونص كيلو كبده قوانص متقطعه. تمام. وزيت وسمنه وبصله وبهارات وفلفل اسمر، وفي تكه هنا بتاعتي بحط على الرز معلقه توم باودر. توم باودر وانا بشوحه. وملح وفلفل وملح. وللتزيين عندنا لوز، لوز ومكسر، لوز وزبيب. وزبيب. تمام. انت ليه اصريتي ان انت تعملي يعني التكه بتاع التوم الباودر دي؟ لان انا بشوح. ممكن نعملها بالتوم العادي. لا، الرز ما فيهوش توم عادي. انا تمام، هو بيدي نكهه وريحه وطعم وتست حلو قوي مع الرز. طيب نشوف هتعملي لنا ايه يا شيف، وعيد المقادير تاني. والمقادير يا جماعه امام حضراتكم على الشاشه، وبطلب من الشيف سلوى تعيد المقادير تاني عشان الكل يشوف احنا هنعمل ايه النهارده. كيلو رز. انا هجهز لك الحله كده اللي هتشتغلي فيها. كيلو رز، نص كيلو كبد وقوانص، سمنه وزيت، بصله، توابل، ملح وفلفل وبهارات، والثوم، ولوز وزبيب للتزيين. وطبعا انت حطيتي زيت مع السمنه عشان الرز. لا، عشان الرز بياخد لمعه، بياخد لمعه وما يتحرقش. تمام، عشان السمنه ما تتحرقش. ادي الحله وادي المعلقه، ويلا ورينا مهاراتك يا شيف سلوى. تمام. ويا جماعه كده واحده واحده مع الشيف سلوى هنتعلم اكلات صحيه مفيده زي ما شعار برنامجنا بيتكلم. قولي كده وانت شغاله حطيتي ايه عشان الساده المشاهدين؟ سمنه وزيت. والبهارات يا جماعه بتاعتها بسيطه، هي قالتها بهارات مجمعه، بتيجي من عند اي عطار بقول له اديني بهارات مجمعه، بيديني عشان ايه ما لخبطش الساده المشاهدين. وعندها فلفل اسمر، وعندها توم بودر، وعندها ملح، وعندها زبيب ولوز وبصله مقطعه وكبد وقوانص. تمام. انت كده عملتي ايه؟ حطيت سمنه وزيت. واحده واحده كده واحنا شغالين. حطينا سمنه وزيت. يا دوب يسخنوا كده، وحطينا الرز بس والتكه بتاعتي التوم البودر. التوم البودر. تمام. والملح طبعا. وانت قلتي التوم البودر بيدينا تيست عالي قوي. تمام، الله ينور عليك يا شيف. جربوها هيعجبكم قوي. طبعا انت قلتي كل كيلو رز بياخد معلقه ملح، ده المقدار بتاعه. تمام، الله ينور عليك. ويا جماعه مع الشيف سلوى ابراهيم هنتعلم اكلات صحيه لذيذه في برنامجنا ساعة شهية على قناتكم الجميلة، قناة الصحة والجمال. وهي قالت النهاردة هنغير ونبدل وننوع، وهنقدم عصير لوز. انت قلت عصير لوز بايه؟ باللبن والايس كريم. والايس كريم، حاجة قالت حاجة جديدة والجو حر كده، ونغير في مطبخنا. وقالت انا هقدم طبق سلطة خضراء، بس انا مش هحط مقاديره عشان هي حاجة بسيطة وسهلة، ممكن ست الكل تعمل اي سلطة هي عايزاها وتقدمها عشان تنسيق السفرة يكتمل معانا الوجه الجمالي للسفرة. وزي ما بنقول يا جماعة، المطبخ مش شوية بهارات، المطبخ فن وحركات. اهو كده بص حضرتك بقى الرز بيلمع ازاي. الرز بيلمع ما شاء الله. ده الزيت بقى اللي خلى الرز بيلمع. الزيت طبعا ما شاء الله. احنا ممكن نعمله برز بسمتي، بيخليه مفلفل، ولا رز مصري عادي؟ لا، انا بحبه اكتر بالرز العادي المصري. اللز العادي. انت بتشجعي المنتج الوطني. لا، وبحب البسمتي برضو ما شاء الله. بس ده حاجه وده حاجه. طبعا انا عارف ان انت ليكي اكلات طبعا انت مشهوره بيها. اعطي لك اللي انت عايزاه، هنتكلم. انا عارف ان انت ليكي صفحه على الفيس طبعا ما شاء الله، ومشهوره بيها كده في بعض الاكلات. ممكن تدينا نبذه كده عن الاكلات اللي حضرتك مشهوره بيها؟ انا بحب قوي المشويات عموما، وطبعا لما اكون اسماك او جمبري. يعني ليكي في البحريات؟ جدا جدا يعني. تمام. صراحه يعني في الحمد لله ما فيش ست بيت ما بتعرفش تعمل اكل الشيف كل حاجه. بس طبعا ايه الموضوع. طب ايه موضوع النفس في الاكل؟ بيقولوا الست دي شاطره والست دي مش شاطره. فعلا. انا في ناس بتعمل اكل وبتكلفه كتير، بس للاسف ما بتعرفش. طب ايه السر؟ عايزين نعرف الساده المشاهدين الاسرار دي. عندك سر كده قوليه لنا على الهواء مباشره وحصري على قناه الصحه والجمال. انا اكلي بيطلع حلو لان انا بعمله بحب بصراحه. تمام. حبه جدا يا جماعه. احنا قررنا بجد، وده يمكن اقول لك الشيف رقم كام، انا مش عارف. كل ما اسال شيف اقول له ايه السر في موضوع النفس، وايه السر في موضوع الاكلات، وان ده الاكل بيطلع وحش، وممكن شيف يعمل نفس الاكله وشيف تاني يعمل نفس الاكله، بس بجد بجد الشيف ده يعني اكلته وطعمها جميله وممتازه. كل الشيفات اجابوا باجابه واحده، هو الحب، حب المجال اللي انا بشتغل فيه. فعشان كده الاكل بيطلع ممتاز وجميل جدا.